صحف المغرب فيها اهتمام كبير، يمكن صحيفة المنتخب المغربية بتقول لك بنسبة كبيرة زهير المترجي هيغيب عن النهائي، وبتقول مش عايز كمان تتكلم على موضوع لجنة الحكام والتصريحات؟ هنجي لك ليها، لكنه جماهير الوداد بتشتكي من السوق السوداء في التذاكر وإقبال كبير على المباراة، والسيد فوزي الأقجع بيزور بعثة الوداد، وتبدو المغرب مستعدة بشكل خاص جدا لهذا النهائي الكبير. عشان كده كان لازم نروح معاكم للدار البيضاء والزميل العزيز الصديق الصحفي الدكتور منصف اليزجي عشان يحطنا في الصورة كاملة من أجواء الدار البيضاء. مساء الخير يا دكتور منصف. مساء النور عزيزي إبراهيم، سعيد بالمرور معك على قناة الأهلي رفقة الأستاذ عدلي القايي، وسعيد أنه التقينا في الرباط والآن نلتقي مجددا من القاهرة، التقيت فسعيد وكنت أتمنى أنكم تكونوا اليوم. هو مصمم ما يشوفكش إلا في الرباط، عشان كده الماتش في الدار البيضاء ما رضيش يجي. يا عم مرحبا بك في طنجة أو الرباط أو أكادير أو مراكش، المغرب يرحب بكم في أي وقت ولله الحمد. الله استمتعنا بكرم الصحبة ويعني الآراء الموزونة، لم تبخل علينا بشيء، نشكرك. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. منصف قول لي الأحوال اللي عندك مع وصول بعثة الأهلي، أجواء هذه المباراة أنت شايفها إزاي؟ أولا هي مباراة بطبيعة الحال تحمل لقب بطولة، مباراة هامة جدا تجمع بين فريقين كبيرين، وهو شرف لبلدي المغرب ومصر أن يكون في النهائي، وهذا يعكس قوة الفريقين، قوة البطولتين، وأنه شمال إفريقيا تحتكر هذه البطولة طيلة السنوات الأخيرة، وبالتالي هي مباراة قمة وهي مشرفة لكل الدول العربية وأيضا لكرة القدم الإفريقية التي أبلت البلاء الحسن في كأس العالم الأخيرة. بطبيعة الحال مباراة الأهلي هنا تشكل الحدث دائما، دائما الأهلي سواء حضوره أمام الرجاء المغربي أو الوداد المغربي دائما يشكل الحدث، على اعتبار أنه فريق لا يمكن أن نجادل في أنه واحد من الفرق الكبرى في القارة الإفريقية. بطبيعة الحال لا أخفيك بأنه الأجواء التي أحاطت بالمباراة بمباراة الذهاب بالقاهرة ثم ما تلا تلك المباراة من سجار ومن نقاش لدى الإعلام المصري ربما خلق نقاشات جانبية هنا، كنا نتمنى أن ينعكس الأمر فأن يظل الأمر محصورا في النقاش حول المباراة، حول ترتيبات المباراة، حول من سيلعب، الخطة، لكن وأنت تعرفني صراحة، تعرف صراحتي جدا عزيز إبراهيم، ربما المغاربة يعني أخذوا على خاطرهم كثير جدا من بعض الانحرافات التي وقعت في بعض وسائل الإعلام المصري، والتي ربما أساءت تقدير أو تناول مباراة الذهاب، وأيضا دخلت حتى في توقع ما سيجري في مباراة الإياب، من توقع أنه حتى الحكم تسيما سيخرج للتقاعد، وبالتالي فهو سيمنح المباراة للوداد، والحكم تسيما لن يخرج للتقاعد فعمره 43 سنة. أكثر من ذلك عندما نقول بأنه الحكم تسيما سيمنح المباراة سيتلعب في المباراة، يعني بلغة أخرى أنه الوداد متلاعب وأن المغرب متلاعب، وهذا أمر ربما أساء لنا جيدا صراحة، أضر بنا وأحسسنا بنوع من إحساس غريب أن يأتي الأمر من إخوة نعتبرهم مصريين دائما على رؤوسنا دائما، وأنت تذكر جيدا الحفاوة التي عشتموها في طنجة والرباط، وهذا ليس بمن، هذا واجب علينا ومفروض علينا، ليس فيه من كما عندما نحضر عندكم. نشكركم على حسن استقبال الأخير للوداد في القاهرة جمهورا وفريقا، هذا يعترف به وهو أمر عادي جدا، لا أعتبر استقبال جيد، هو حدث استقبال جيد أمر عادي جدا، لا يمكن نعتبره حدث سواء في المغرب أو مصر، هو مفروض عليكم مفروض علينا، لكن ربما الإعلام ربما كان انحرف قليلا، دخل ربما في أشياء على فكرة على فكرة منصف، بس علشان أأكد لك الانحرافات الإعلامية هي بتحدث ضد النادي الأهلي نفسه، يعني الأهلي دائم الشكوى مما يلحق به من هذه المعالجات الإعلامية اللي كثيرة وعلى فكرة بتسيء للأهلي، لكن الخطاب الإعلامي الرسمي للنادي الأهلي ما لم يشكك على الإطلاق، لم ينل أبدا من قيمة الوداد، وحافظ على الود مع الأشقاء في المغرب. لا وكمان عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني ده موضوع التراشق الإعلامي للأسف بدأ ياخد شكل فيه نوع من الخبث، يعني بعض الناس اللي يعملوا مهتمين بالمباراة ما هم ما لهمش شأن بيها
بيتعمدوا يسربوا كلام يستفز كل الأطراف ويخلوا الردود هنا وهناك تنال من علاقة هم متوهمين إنها هشة يمكن النيل منها. تعكير الأجواء. ولكن في كرة القدم يحدث هذا وتبقى العلاقات القوية والابتسامة الحلوة اللي أنت حضرتك كنت دايما بتقابلنا بيها واللي هنقابلك بيها أنت وأي أخ شقيق من المغرب، وتبقى كرة القدم هي أحداث اللحظة. وأما العلاقات فهي الدائمة والبقية والتي بتعكس الحميمية والاحترام المتبادل. هذا هو المفترض أستاذ عدلي، وأنا استمتعت بمداخلتك مع أعتقد مع مقدم أحد البرامج اسمه أعتقد إلا ما أخطئ علي سيد. سيد علي. وقلت بالحرف بأنه فعلا سيد علي، معذرة على الخطأ، فقلت بالحرف بأنه فعلا الصحافة الرياضية سواء المحلية أو الأجنبية تعيش على إيقاع انزلاقات كثيرة جدا، وهناك أخطاء كثيرة جدا، وقدرت فيك هذه الصراحة أنه اعتراف بأنه فعلا كان هناك إشكال على المستوى الإعلامي. مثلا أعطيك مثالا عزيزي عدلي، بأنه على مستوى التحكيم في المباراة أعتقد هناك ثلاث حالات للمغاربة وثلاث حالات للمصريين واضحين وفيهم إشكالات. في المغرب ربما تأثرنا كثيرا بالأجواء الأوروبية وأصبحنا نعتبر أنه عندما تكون أخطاء تحكيمية نعتبرها جزء من اللعبة. هو أصل كلام في التحكيم يا دكتور، هو كلام في العالم كله. وأنا اللي عايز يعني إن احنا نلتفت إليه، لا الكلام في التحكيم له قيمة لأنه دائما ممتاز. كل طرف حيرى أن التحكيم هو خايف من التحكيم وأن التحكيم ضده، ولو قاعد في الطرف الثاني هيلاقي حاجات يقولها برضه. فمش عايزين ده كلام نعتبره في مباراة كلام يعني نتوقع حدوثه. الأهم أن نخرج على نفس الدرجة من الحب والاحترام والتواصل تمام. لأن الأهلي والوداد والرجاء والكرة المغربية بشكل عام في مكانة أخرى جميلة كلنا بنستمتع بيها ونستمتع بعلاقتنا بيها. وحتى أكون موضوعي معك وصراحة حتى لو أعطي لقيصر ما لقيصر، أسجل للإعلام المصري قبل المباراة أنه كان حدته أقل بكثير مما كان في السنة الماضية، هذا أمر يحسب للإعلام. هذا اللي كنت عايز أسألك عليه بقى. قبل المباراة يعني انت لو قارنت الاجواء في المغرب قبل اللقاء ده وفي اللقاء الاخر، هل هناك اختلافات؟ احكي لي بقى في دي. صحيح، اعطيك امرا اساسيا اعجبني في عند بعض الاعلاميين، استضافوا ابو جريشه وحكم اسمه اعتقد عصام عبد الفتاح، وكانوا صريحين عندما قالوا أدلوا برأيهم بخصوص الخطأ، ما يعتبر خطأ بخصوص عطية الله وإمساكه الكرة باليد، وقالوا بأنه شرط منح ضربة بطاقة حمراء يتوجب أن يكون هناك شرط المسافة القريبة. أنا أعجبني هذا التحليل أنه فيه موضوعية وفيه تجرد وحديث بشكل محايد. المباراة تعرف دائما أخطاء تحكيمية هذا متعارف عليه في العالم كامل، إذا دخلنا في مسألة التحكيم لن ننتهي. في المغرب نؤمن، لا أتحدث باسم الإعلام ككل، لكن إيمان عميق بأنه عندما تنتهي المباراة فبالضرورة هناك أخطاء ولا يجب أن نحولها إلى أن هناك خطاب مؤامرة أو خطاب مظلومية. هذا الأمر ربما يجعلنا نشعر كما لو أنه المغرب هو الذي يتصرف في كل شيء. عندما نتحدث عن مباراة 90 دقيقة يعني نتحدث عن فوز القجع كأنه مالك خيوط القارة الإفريقية، وأنا أقول لو كان القجع يملك جميع الخيوط لكنا فزنا بكأس إفريقيا للأمم، لكنا فزنا بجميع الألقاب الأندية. بل أكثر من ذلك، وهذه من المفارقات عزيزي عدلي، هو أنه تيسيما الذي يقال بأنه متواطئ مع المغرب سبق أن كان وراء هزيمة نهضة بركان الرئيس السابق الفريق السابق لفوز القجع أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية بخطأ تحكيمي، واضطر أن فوز القجع. ما زلت متأثرا من كلام التحكيم، أنت تتحدث. دعنا نقول أن التحكيم فلينظر كل إنسان إلى التحكيم كما ينبغي. أنا أتحدث عن الأجواء في الشارع المغربي، الأجواء في المدرجات، الأجواء في الإعلام. سيبك بقى من التحكيم لأن دي مسألة هتتكرر وهتتكرر وهتتكرر، وكل حد هيقعد يدور على الأخطاء التي كان من الممكن أن يستفيد منها بشكل آخر. فما هياش دي، أنا دي مش بتخوفني قوي. أنا عايز أقول هل الأجواء
ما زالت على نفس القدر من التربص والتوتر، ولا الأمور مختلفة شوية ولا إيه؟ أقول لك أمر عزيزي، أنا كنت مضطر أتحدث على هذا الأمر حتى نعطيه لقيصر ما لقيصر وتحدث بشكل موضوعي، لأنه أنقل وجهة نظر الجانب المغربي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى بخصوص الأجواء، الأجواء هنا في المغرب يعني ترى بأنه مباراة قوية، تذاكر نفدت في وقت قياسي جدا، هم يرونها تكرارا لسيناريو السنة الماضية، علما أنه الوداد مفروض عليه أن يسجل على الأقل هدف وأن يحافظ على الصفر هدف، أن لا يدخل مرمى أي هدف. الكل يعرف بأنه لن نبيع جلد الدب قبل صيده، لا نتحدث أنه أصبحنا أبطال إفريقيا، بل هناك فريق اسمه الأهلي سيحضر بحظوظه، سيحضر أيضا بترسانة من نجومه، ونحن هنا بالمغرب أعجبنا باللاعب حسين الشحات، كان نجم المباراة الذهاب، أيضا مصطفى شوبير، هذه أسماء نعترف بها ونقدر بها، لكن نقول بأن هنا بالمغرب الأجواء في أبهى حل الاستقبال. الأهلي سيكون بين أحضان بلده الثاني، سيعامل باحترام، وأيضا الجمهور سيعامل باحترام، وهذا كما قلت واجب علينا وليس منا من أحد. بخصوص المباراة، أعتقد بأنه الفريق الوداد كان مؤمنا بانه الذهاب لن يكون بهذا الشكل، ربما وجد نفسه متورطا في هدف متاخر في الشوط الاول، كان يدرس ان تكون الشوط الاول 0-0 او نتيجه اخرى، وقع ما وقع، لكن اعتقد بانه مدرب الوداد لديه تصور اخر، ويمكن ان تقع تغييرات في تشكيله الوداد، لانه بعض اللاعبين ابانوا عن ضعف في الاداء، هناك لاعبين غير مستعدين وعائدين من الاصابه، وبالتالي ستكون تغييرات كبيره، وتعرفون جيدا بانه فقدنا لاعب اجرى عمليه جراحيه في القاهرة. إذا هي أجواء المباراة ستكون أجواء أخرى، مباراة إياب ستكون أجواء أخرى. الوداد الأهلي سيدخل الدقيقة الأولى وهو حامل للقب كأس إفريقيا، لكن الوداد يعول على 90 دقيقة من أجل يحقق اللقب الثاني على التوالي، لأنه لم يسبق لأي فريق مغربي أن فاز باللقب مرتين، وهذا يبحث عن هذا السبق على الأقل محليا. الأهلي سبق له أن وقع على هذا السبق، قالوا المغاربة ينتظرون هذا الأمر، يريدونه اللقب الإفريقي تتويجا لما حققه المنتخب المغربي في قطر، يريدونه تتويجا للمجهودات التي وقعت في كرة القدم المغربية. ما كفاية عليكم قطر يا منصف مش كفاية قطر. سنقول له بقولك إن فاز الأهلي، سنقول له مبروك وسنهنئه، إن فاز الوداد سنقول هارد لك للأهلي، ويبقى الأهلي قويا حتى في خسارته، ويبقى الوداد أيضا قويا حتى في هذه الخسارة، ويبقى الود وما بقي الوداد يا منصف. الحياة يعني الكلمة الجميلة عندك دائما اللازمة الرائعة. شوف وإحنا بنتكلمك دلوقتي عارضين استقبال بعثة الأهلي في الدار البيضاء بالورود، الحياة حشد كبير. إدارة نادي الوداد مع الجامعة الملكية المغربية ممثليها، استقبال الكابتن محمود الخطيب والبعثة بباقات الورود الحياة. وأنا دايما بقول لك يا منصف إحنا لينا في الوداد أكتر منكم، يعني أم كلثوم خلت لينا في الوداد أكتر منكم. أنت فاكر عزيزي إبراهيم ماذا قلت لك عندما حضرت إلى طنجة لما سألتني عن الأهلي، ماذا قلت لك؟ عنده تقدير كبير جدا للأهلي، ويجب أن يستمر هذا الأمر. هي مباراة سوف تنتهي بعد وقتها، وزي ما أنت قلت كده الفائز نبارك له، والخاسر لم يخسر، لقد نال شرف المنافسة للأمطار الأخيرة، وأي حد يقول غير كده ملوش في اللعبة دي. اتفضل يا منصف، ماذا قلت على الأهلي؟ اتفضل. قلت لك كلمة وأوردتها في أوردتها في فيديو خاص بك، لما تحدثت لي عن الاستقبال الذي أحيط به الأهلي في طنجة، قلت لك كلمة واحدة، قلت لك يا ده الأهلي يا عم، ده الأهلي يا عم، ده الأهلي يا عم. يا عادي، يعني المباراة هي شرف للوداد والأهلي، فريقان كبيران على مستوى القارة الإفريقية. صحيح الأهلي له سبق عدد ألقاب، 10 ألقاب ما شاء الله، الوداد يتلمس أيضا ألقابه وسط القارة الإفريقية. ألقاب الأهلي 10 ولا 11 يا منصف؟ حاليا 10. حتى الآن عايز أقول لك إنه يذكر للأهلي وللوداد الحقيقة منذ 82-83 مفيش فريقين لعبوا فاينل متكرر، يعني الأهلي عملها مع كوتوكو 82-83، وبتحصل دلوقتي بين الأهلي والوداد الحقيقة. يا سلام يا سلام. المهم هو أن أقول وأكرر،
المباراة ستكون تشريفا للكرة العربية والكرة المغربية والمصرية، وأيضا تشريف للكرة الإفريقية. ستتابع هذه المباراة 80 قناة في مختلف دول العالم، 80 وبالتالي يجب أن قناة. نقدم صورة طيبة سواء على مستوى السلوك، على مستوى الأداء، على مستوى كل شيء. هذا هو الأهم بالنسبة إلي. الجو كويس عندكم؟ نعم، درجة الحرارة كويسة مش كده؟ لا، ممتازة. واليوم كانت خطرات من الشتاء التي جعلت الجو يعني رطب وجميل جدا، ما كانش حرارة، يعني أجواء المباراة جيدة. وحتى ملعب محمد الخامس، حتى أقول حظكم سيء، لأنه تم فتح المنطقة السادسة التي كانت مغلقة، وبالتالي سيكون الملعب كله ممتلئ على الآخر. كان هناك شكوك بخصوص المنطقة السادسة، كانت مغلقة لعدة دورات لكن تم فتحها. وبالتالي ستتابع أولا عزيزي التيفو الرائع لفريق الوداد، وهو دائما يبدع في هذا الأمر. ستتابع تشجيع في احترام للضيوف المغرب، والأهم أن تكون مباراة بقدر من المستوى العالي الذي يليق بالفريقين. وكنت أتمنى أن تكون حاضرا على الأقل لتنقل الأجواء بطريقتك الخاصة المعهودة أنت والزميل عدلي. منصف، احنا هيكفينا ان المدرجات كلها تبقى باللون الاحمر، وده اللي بيسعد الاهلي دايما. نشكرك جدا جدا، ونتمنى ان تكون المباراه على قدر وقيمه الناديين الكبيرين وبالاجواء التي نتمناها جميعا، ويعني لا نخشى شيء من وجود جماهير متحمسه ولكن واعيه تتمتع بالروح الرياضيه والفهم الرياضي. كل الأمنيات الطيبة ليك ولأشقائنا في المغرب بإذن الله. كلمة أخيرة عزيزي، وأنه يجب أن نقنع أنفسنا إعلاما وشعبا وجمهورا بأن مباراة 90 دقيقة لا يمكن أن تفسد الود بين بلدين، بينهما علاقات تمتد لعقود. هذا هو الأهم. مباراة 90 دقيقة ستمر، وسيظل الود والوداد كما قال دائما عزيزي إبراهيم. شكرا جزيلا للصديق العزيز والإعلام المغربي المتميز الدكتور منصف اليزجي، كان معنا من الدار البيضاء، حدثنا عن كل أجواء هذه المباراة، وأعتقد فيها الكثير من الود والعلاقة الطيبة.